لكم بليفل فيديو نوفا رياكسيون، والرياكسيون ديالو مخصها تكون على الاداء الخرافي لاغنيات بابور لوح من طرف اولاد البهجه او يو اس ام ما. اوكي اولاد البهجه معروفين اخوتي، ديجا شفت اغنيه ديال بابور لوح وانا حافظها بيان سيو، اباوي حتى بسببكم نتوما سبب المتابعين اللي تبعنا من الجزائر، ديديكاسيون للناس ديال العاصمه، الناس ديال المهم كاع الولايات، شكرا لكم كاملين كاملين. المهم نمشيو ليك شوفوا هذا الاداء الخرافي. المهم عطيتوها ليا في الانستغرام ديالي، هو هذا اي حاجه كتعطيوها في الانستغرام راه تنشوفها مع البيبليك، كندير ستوندارد واش ندير هذه. وي بيان سور دير، قالوا لي دير على هذه ديديكاس لاي واحد عطاني هاد لا فيديو. اوكي 3 2 1 ليتس جو مان. او جمعة مباركة البارح واليوم السبت، يعني اليوم السبت. اوكي ساندي سوار شو ديريكت نريك في وارد البلان، ما تقولش لي حافظها. اوه جو برو واحد الحاجه اخوتي، هذه راه هذه الاغنيه هذه راه ما كتمثلش ولاد البهجه بوحدهم، هذه راه كتمثل كاع الشباب ديال شمال افريقيا والحكام اللي حكام الشعوب، المهم شفاره وهذوك راكم عارفينش. تحياتي لكم اخوتي من المغرب، وسي سعد مكان اخوتي، والله هذا ميساج لكاع الحكام، فريمون ميساج واعر واعر، الله ياخذ الحق في الحكام. المهم كملوا واخا واخا صاد صغير الرجول زوين. فسرتوا لي بزاف هذا ديال تخلطوا الجناس، المراه تخدم والشبيبه راكده، ياك هذا الميساج هذا فسرتوا لي بزاف وشكرا لكم. يعني بحال كتمشي لشي بوست شي شركه كتبغي تدفع كيقبلوا المراوات لي فام على لي زون، فهمتي؟ هذا الميساج وصلني بزاف وقالوا لي وشرحوا لي مزيان، وكنشكركم بزاف بزاف، شرحتوا لي هاد النوطه هادي مزيانه مزيان، حيتاش هاد الديسك هذا راه كيمثل كاع الشباب ديال شمال افريقيا، وميساج ديال الشباب لا كيمثل الحكام ديال شمال افريقيا، وهذا الميساج موصل من عند الشباب بحالي وبحالك انت اللي كتشوف الفيديو، بحالك انت يا اختي اللي كتشوف الفيديو، من عندهم الحكام يعني فحال ماك. والميساج الاخر ديال الرجاء اللي عجبني بزاف ديال في بلادي ظلموني، هذاك حتى هو ميساج واعر، ننصحكم تمشيو تشوفوا الفيديو، والله تنصحكم ديال في بلادي ظلموني، عطي ديسك اللي واعر واعر لدرجه انه البوليس ما خلاهمش يغنيو في واحد الماتش ديال الرجاء وواحد الفرقه اخرى، البوليس ما خلاهمش يغنيو، ولكن بيان سور حيت الرجاء غناو الديسك وغناو عاوتاني كاملين، ديسك واعر بحال الديسكات هادو كيعجبوني اخوتي، عرفتي فغيمون كيحركو فيك بزاف د الحوايج وكنوض كاع. زيرو ليا مو عمو الزرق Thank you.
بيني وبين روحي نعيش مهني. اسمع اسمع طلع طلع العمر طويلة. ولاد البهجه صفقوا على راسكم من تحت في الكومونتير، تستاهلوا صفقوا على راسكم من تحت. المهم قلت لكم هذا الميساج راه واعر واعر بزاف. الحاجه اللي عجبتني اخوتي في الدوزيام، في الدوزيام بحال هكا تقولوا ريفر، هو ماشي الراب، في الدوزيام فاش غادي في الطلعه ديالهم كاملين غينوضوا. يعني في الاول كانوا مريحين، كانوا تيديروا الموجه، ابخي كينوضوا كاملين وكتسمع تقعد حامد لا خليها اللي باقا شاده. المهم اخوتي فيديو زوني، شكرا لكم كاملين على الحب ديالكم وعلى الوفاء ديالكم وعلى الفيديو اللي عطيتوني، كنشكركم كاملين واحد 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 واحد. ميرسي بوكو اخوتي، راه ما كاين غير حلاوله وحمراء وبيضاء حلاوله. المهم شكرا لكم كاملين اخوتي، كان معكم ايمن احمد دوك بي ساوج بي 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 بي. ما تنساوش على الانستغرام ديالي هو هذا نوصلو 5000 ابوني قبل 2019 ان شاء الله، 5000 ابوني قبل 2019 وان شاء الله. وعلاش ما نوصلوش 5000؟ بيس.